أما الآن ينضم إلينا رئيس مركز صنع السياسات للدراسات الدولية والاستراتيجية حسام بوتاني. أهلا بك سيد حسام. جهات سياسية بالمناطق المحررة يبدو بأنها تعرقل تحديث البطاقات البيومترية حتى يبقى الاعتماد على البطاقة الإلكترونية سيئة الصيت، أو كما يعني تسمى بالبطاقة العمياء. نعم طبعا هذا يعيد مرة أخرى لمدى كفاءة المفوضية وقدرتها على تنظيم انتخابات نزيهة. موضوع تحديث البطاقة البيومترية يعني تأخر كثيرا، وهو واجب على المفوضية أن تصل فيه لكل الناخبين لتمكينهم من إدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة. يعني هذا الموضوع لا ينبغي ان يقع على عاتق الناخبين او على المواطنين بشكل عام، مما قد يتطلب منهم يعني اقبالا او عدم اقبال، وبالنتيجه هذا سيؤثر بشكل كبير جدا على موضوع الانتخابات. اليوم المفوضيه تاخرت اكثر من 3 سنوات باتجاه نحو البايومتري، وهذا يعني يضع علامات استفهام كثيره، خصوصا اننا نتحدث عن يعني بحدود 6 أشهر لتحقيق الانتخابات، وهذا طبعا سيكون له انعكاسات كبيرة على المشهد الانتخابي القادم. طبيعي جدا ما يثار حول يعني محاولات تدخل بعض القوى السياسية في تعرقلة موضوع البيومتري من عدمه، هذا أيضا يعني يضع المفوضية مرة أخرى على المحك. حقيقة اليوم يعني سمعة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الحد بدرجة كبيرة، خصوصا بعد تنظيم انتخابات الصين في 2018 وما أثير حولها من تسوير. لذلك الشعب العراقي سيجعل من المفوضية أحد الأهداف التي قد تساهم بموضوع فساد العملية السياسية إذا يعني أثبتت خللا في تنظيم الانتخابات القادمة. ذلك بسبب أهميتها للعراق للعملية السياسية. سيد حسام، يعني في موضوع آخر يتعلق بالمشرق الجديد، مشروع المشرق الجديد، إمكانية أن تكون بغداد عاصمة لذلك يعني المشروع. ما مقومات التي تحتاجها بغداد؟ فقط تحتاجه بغداد هو الإرادة السياسية. العراق بسبب موقعه الاستراتيجي يتربع على خطوط امداد الطاقه الرئيسيه في الاوسط. للاسف الشديد الحكومات المتعاقبه ضيعت الكثير من الفرص الاستراتيجيه مثل مشروع قناه الجافه بالنسبه لمشروع الفاو او غيره. لذلك ما يحتاج للعراق الان هو فقط اراده سياسيه، هذه الاراده السياسيه توفرت وتوفرت لها سيطره الدوله على الطرق الرئيسيه في البلد وعلى هذا الملف الاستراتيجي الحساس، قد يعني يجعل من القمه الثلاثيه المجمع عقدها في بغداد ذا جدوى. بعكس ذلك ان هذه القمه لن تكون الا محاوله يعني ادخال العراق في بعض توضحت الصوره. توضحت الصوره سيد يعني حسن. على عدم كفاءه او حتى على عدم توضحت كفاءة القمه. توضحت الصورة. رئيس مركز صنع السياسات للدراسات الدولية والاستراتيجية حسام بوتاني، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.